توشكا، الحلم القديم بإنشاء واد جديد يهدف لزيادة الرقعة الزراعية، لكن واجهته العديد من التحديات. توشكا اللي كان وقفها قبل كده مش عيب في الاختيار ولا عيب في التخطيط، لكن عدم القدرة على التنفيذ. أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بضرورة التوجه إلى توشكا وتقييم الوضع ومعرفة أسباب تعثر المشروع اللي انطلق عام 1997 بغرض العمل على حل المشاكل والاستفادة من المشروع الوطني العملاق. لكن علشان نبدأ، كان في تحديات كتيرة جدا، كثبان رملية وأرض صخرية وضروري توفير مياه الري في عمق الصحراء، وطبعا بدون التأثير على حصتنا في مياه نهر النيل، ده غير الحاجة لتمويل ضخم لتوفير بنية تحتية عملاقة علشان نقدر نزرع الصحراء. ولأن مفيش في القاموس المصري كلمة مستحيل، انطلقت في يوليو عام 2020 مهمة إعادة إحياء مشروع توشكا عن طريق تحالف 162 شركة وطنية وآلاف من المهندسين والفنيين والعمال والمعدات والآلات. لازم نقوم بعملية تسوية الأرض وتوفير بنية تحتية وإنشاء محطات كهرباء وتجهيز محطات لضخ المية لأجهزة الري المحوري، واللي بتعد من أفضل وأحدث طرق الري المميكن واللي بتساعد على التوفير في استهلاك المية، وعملنا محطات رفع عملاقة وأحواض للطرد. مهمتها توصيل المياه لأراضي توشكا اللي جاية من بحيرة ناصر مروراً بقناة الشيخ زايد إلى دليلين ينقلوا المية لأفرع رئيسية 1 و2 و3 و4 وتفريعاتهم الجانبية بإجمالي أطوال 385 كيلومتر، بالإضافة لرفع منسوب المية لمستوى الأرض بارتفاع 32 متر. مشاريع عملاقة تم تنفيذها بأيادي الآلاف من المهندسين والعمال من أبناء الصعيد. المهمة ما كانتش سهلة، احتجنا كميات كبيرة من المفرقعات لتفجير عائق صخري بطول 9 كيلومتر، وده كان بيمنع وصول المية لحوالي 300 ألف فدان. بعد التغلب على العائق الصخري بدأت إقامة ومد شبكات الكهرباء الداخلية، فتم إقامة 12,350 برج هوائي مع شبكات كهرباء بطول 4,923 كيلومتر، بالإضافة ل 23 موزع جهد متوسط و 234 غرفة كهرباء وتحكم ومبنى إداري و 660 كشك من أكشاك محولات التوزيع، وتركيب 78,000 عمود كهرباء مع تنفيذ طرق خدمية ومدقات لأجهزة الري المحوري بإجمالي أطوال 2,933 كيلومتر. كمان تم تنفيذ تفريعات إضافية بمساحة تزيد عن 22,500 كيلومتر مربع بإجمالي طول 173 كيلومتر، وبلغت كميات الحفر 51 مليون متر مكعب وكميات التبطين 780 ألف متر مربع، فضلاً عن إقامة محطتين مياه رئيسيتين بتصرف 8 مليون متر مكعب في اليوم و231 محطة لضخ المياه و1028 طولمبة ري، ومن كل فرع ودليل بتخرج شبكات الري بإجمالي 2755 كيلومتر و605 محبس هواء و3720 غرفة تفتيش بالمحابس و1248 جهاز ري محوري.
كل ده بيتم التحكم فيه من خلال نظام مركزي للتحكم والمراقبة بيعمل بنظام الإسكادا، تم تصميمه بأيادي مصرية، وتم تكليف شركة مدكور للمرافق لإدارة وتشغيل المنظومة. وبدأنا نحصد ثمار السنين اللي فاتت، ألاف الأفدنة المزروعة بالقمح والنخيل ومحاصيل تانية للاستهلاك المحلي والتصدير. زرعنا 1.5 مليون نخلة و300 ألف فدان قمح، ومستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة و650 ألف فدان قمح لحصاد 1 مليون طن قمح بنهاية شتاء 2023-2024. واستمراراً لجهود الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بكافة المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من قادة القوات المسلحة والإعلاميين وممثلي وزارة الموارد المائية والري. مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصري بمنطقة توشكا. بدأت المراسم بعرض الموقف التنفيذي للمشروع. حكاية توشكا هي حكاية من ضمن حكاية الوطن اللي تسطرت للمصريين. حكاية توشكا فنن ما اشتركتش فيها القوات المسلحة لوحدها، ولكن اشتركت معانا وزارة الزراعة ووزارة الري. أنا كهيئة هندسية فنن اشترك معايا وسطر معايا الحكاية دي ما يقرب من 35 ألف عامل عمالة مباشرة في منطقة الأو فقط. اشترك معايا فنن في الحكاية دي عمالة غير مباشرة ما يقرب من 15 ألف عامل. حكاية توشكا فندم في منطقة الأو كان معايا حوالي 3500 معدة، كان معايا حوالي 20 ورشة توكيل وورش صغيرة موجودة في الموقع. حكاية توشكا فندم هي حكاية كبيرة جدا، انتهت ان الهيئة الهندسية كانت مكلفة ب 140 ألف فدان، انتهت في المرحلة الأولى ب 40 ألف فدان، ودي تم تسويتها وزراعتها في الموسم الماضي، واللي احنا السنة دي بصدده 100 ألف فدان. مشروع قائم ال 100 ألف فدان على 2 محطة رئيسية أو المحطة عملاقة. كل المحطة الأولى فندم عبارة عن 12 ترومبة، والمحطة الثانية عبارة عن 10 ترومبات. تصرف المحطة الأولى فندم 6.3 مليون متر مكعب في اليوم. المحطة الثانية فندم كان التصرف بتاعها 5.4 مليون متر مكعب يوم. فندم المحطتين احنا نزلنا بعمق في الارض عشان اعمل المحطة الواحدة اللي عمق 35 متر من مستوى منسوب الارض الطبيعية. فندم احنا استخدمنا حوالي 5000 طن حديد مسلح في كل محطة لوحدها. استخدمنا ما يقرب من حوالي 20 ألف طن متر مكعب خرسانة في كل محطة. فندم احنا غير الهيكل المعدني وهيكل التسكين، فندم المحطة الواحدة كانت تخطيط انها تتعمل من سنتين لسنتين ونص. المحطة فندم اتنفذت في 8 شهور. المرحلة الثالثة فندم اللي تشرفنا فيها النهاردة عبارة عن اجمالي المساحة فندم 195.5 ألف فدان، المساحة تحت مركز الري المحلي 19 ألف فدان. المشروع ده فندم فيه 5 محطات كبيره جدا، محطه عند 57، محطه عند كيلومتر 8، محطه عند كيلومتر 17، محطه عند كيلومتر 26، محطه عند كيلومتر 80، بالاضافه الى حوض كبير في الاخر. عندنا طرق رئيسيه بحجم 577 كيلو، ترعى الريف اللي هي 53 كيلو 9.8 مليون متر مكعب حفر، محطات الرفع 5 محطات رفع عملاقه 49 ترومبه، حوض تصرف 11.9 مليون متر مكعب على اليوم. سحارة يا فندم، ودي بطول 400 متر، 8 كوبري و 31 مأخذ، شبكات ري 817 كيلومتر، محطات ترمبات 34 محطة 229 ترمبة، شبكات الكهرباء بأطوال 1528 9285 برج هواء يا فندم، 4 موزع 34 وقت. احنا كنا بنستورد اجهزه ري محوري، احنا كجهاز خدمه وطنيه 3000 جهاز، كان الجهاز ب 80 ألف دولار، يعني بنتكلم في 240 مليون دولار. هنقول لو بقيت اجهزه الدوله بتستورد 2000 كمان، احنا بنتكلم في نص مليار دولار. الحقيقه ودي كلمه حق، بالتعاون مع قطاع خاص شركه السويدي، احنا الحمد لله وطننا 70 وبنوصل ل 75% من اجهزه الري المحوري في مصر.
حجم توفير هائل من الدولارات، وده كان حقيقة توجيه من سيادة الرئيس. احنا ازاي نصنع الجهاز؟ وعشان اكون صادق وامين، القطاع الخاص خد على عاتقه انه يعمل نوها ومحترم اشاد فيه كل الناس اللي بتنصب الاجهزة. العام الماضي يا فندم الشركة زرعت 304 ألف فدان موزعة على جميع المزارع. هذا العام يا فندم مخطط إضافة 234 ألف، 34 ألف العوينات و200 ألف في توشكا. كده يا فندم إجمالي المساحة هيكون 531 ألف فدان. مهم جدا الرقم ده، ومهم جدا الرقم اللي هو تل الخدمة السنة دي اللي هم 234 ألف فدان. يمكن من أكتر من 10 شهور كل الفراغات اللي هي بين الدوائر اللي هي بتاعت البيفوت بدأت تزرع دلوقتي حاجات مثمرة. النقطة الثانية برضو المهمة ان هو بدأ التفكير ان هو يزرع زرعتين في السنة، ما يبقاش الاكتفاء بزرعة واحدة اللي هي بتاعت القمح بالذات، لكن بعد القمح هيبدأ يزرع زرعة تانية، وهي اساسا الزراعه هي بتساعد في تخصيب التربه. نتكلم في 530 الف فدان قمح، يعني يمكن يعادلوا زراعه 3 او 4 محافظات من الارض القديمه، مع ميزه ان ال 531 الف فدان دي زراعه بتكنولوجيا عاليه، بنستخدم الطرق الذكيه، بنستخدم الميكان على ليفل واسع زي ما حضراتكم شايفين. يعني لو انا بفترض ان الفدان بيجيب حوالي 2.9 او 3 طن، يعني بتكلم في 1.5 مليون طن قمح. بيبين قد ايه اجمالي، يمكن احنا بصينا عليهم ثلاث مراحل، لكن لما نيجي نجمعهم على بعض نلاقيهم حوالي 600 الف فدان. برضه 600 الف فدان ده رقم مش سهل، انت بتتكلم في مليارات الدوله المصريه بتصرفها عشان تامن مشروعات الامن الغذائي. لو جمعنا الطرق في الثلاث مراحل، لو جمعنا شبكات الري في الثلاث مراحل، لو جمعنا محطات الرفع في الثلاث مراحل، لو جمعنا المحطات المعالجه والمآخس في الثلاث مراحل، أعمال المدنية من الكهرباء والاتصالات وشبكات الطرق وخلافه، حاجات يعني ترقى زي ما أنا قلت في أكثر من مناسبة. يعني مثل هذا المشروع وغيره دي بتعتبر زي مشروعات قومية كتيرة تفوقها هذا الجهد اللي تم، سواء الأعمال الصناعية والأعمال المدنية اللي تمت في مثل هذه المشروعات بتفوق كثيرا مشروعات قومية ما زالت يعني خالدة في ذاكرة المصريين. حجم الجهد اللي بيتم في الأعمال المدنية والحفر والرفع، بنرفع المية حوالي 35 أو 36 أو 40 كيلو، حوالي 7 كيلو تفجير صخر عشان يطلع بالفرع الرابع اللي هو عشان يغذي 100 ألف فدان اللي احنا بصددهم النهاردة. دي أعمال يعني تفوق الخيال. مسألة توطين الصناعة زي ما سيادة الرئيس بيقول دائما، توطين الصناعة ان احنا نشغل ونصنع أجهزة الري المحوري بهذا الشكل وبهذه الكفاءة، وشفناها أكثر من مرة وفيها مزايا كتير، فدي حاجة تعتبر يعني نقلة كبيرة في مشروعات الأمن الغذائي، وبنشكر عليها طبعا القوات المسلحة، وبنشكر جهاز المشروعات خدمة الوطنية والشركة كل الشركات العاملة في هذا المجال. كما شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والسادة المرافقون إجراءات فتح المياه بعدد من المحطات الرئيسية التي تهدف لتعظيم الاستفادة من حجم المياه لري أراضي المشروع المستهدف زراعتها. بالإضافة إلى الاستماع إلى شرح مفصل عن أجهزة الري المحوري الجديدة والتي صنعت بأياد مصرية بهدف تعظيم الإنتاج المحلي. وكذا السحارة الخاصة بالمشروع وكافة الأعمال المنفذة بها. أعقبها جولة تفقدية لمشاهدة مراسم بدء موسم زراعة القمح. وبكده بتواصل مصر مشوارها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة الغذائية، وتحول مشروع توشكا من حلم غير مكتمل لحقيقة قائمة على أرض الواقع. ولسه مكملين بتنفيذ وعد السيد رئيس الجمهورية بزراعة 3 مليون فدان
علشان نحول الصحراء لجنة خضراء واللي هتعود على كل مصر بالخير. مليون تحية للي قال لي مصري كل الأولوية، واللي وقت الجد شال المسؤولية، واللي نفسه يشوفها جنة إنجازات. مليون تحدي بس احنا رجالة وبإذن الله نعدي، ملناش هدف غير إننا نخلي البلد دي بكرة فيها يجي أحلى من اللي فات. Yeah.